الكمية اللي عندك؟ ايه، وكيف الخامة؟ عظيم عظيم، إذا 4 طن مناح باخد. أها، وينك؟ ناقصني كمان خامة زعتر. إيه، اسمع، أنت جمع لي إياهم لمكان واحد وبتفق معك عليهم. لا ما تحكي الهم، بالنسبة للسعر بدفع لك إياه كاش. ماشي الحال، بكرة بكون عندك بالقريب. إيه طبعا بعرف المخازن منيح، إلا إذا غيرتها. ماشي الحال، مع السلامة. نادر، اكتب لي الشيك 200,000 ليرة باسمي أنا. إيه، الحساب الأولاني. مع السلامة. انت صحيح بعتي رسالة لخطيبك قبل اسبوع بتقولي له فيها انه يتركك؟ مزبوط. عم تعترفي كمان؟ انا ما عملت شي غلط. يا سلام، انت من الاول بتعرفي اني انا ما كان بدي اياه. كإنعام، انت عم تحكي من كل عقلك؟ لكن شايفتيني الجنة؟ ما في وحدة عاقلة بتعمل اللي عملتي. بعدين شو اللي صار بيناتكم لتطلبي منه هيك طلب؟ هو ماله حق، الحق عليكم انتو، انتو اللي خليتوني وافق غصبا عني، وهلا اجى الوقت المناسب اني اقول رأيي بهالموضوع من غير الخوف اللي فرضتوه علي. بقى هيك يا إنعام؟ ايه هيك. شو بك؟ ليش ما عم توقع؟ ايه بس يعني قصدك ان الشيك مكتوب باسمي؟ ايه طبعا انا قاصد هيك. ما قلت لي انت ليش عاوز كل هالمبلغ؟ اخي مين قال انه هذا المبلغ الي؟ هذا رح يكون حق بضاعة للمطحنة. عفوا اخي صبري، هلا انت وقت اللي بتشتروا بضاعة من الشركات مو بتوجهوا شيكات باسمها؟ لا، مو دائما بيكون الوضع هيك. شلون؟ أنا من حقي أفهم. طبعا من حقك تفهم، نحن ببعض المرات بنوصي ناس من الضيع ينزلوا على الجبال يجمعوا زعتر وبنشفوه عندهم وبيبعتوا ورانا مشان نشتريه، ونحن بنساومن على سعره، بنشتري من هذا شوال، من هذا شوالين، من هذا 10، وبنعطيهم حقه كاش، وهيك تعودنا من أيام أبي الله يرحمه. إيه، هلا فهمت عليك. وبعدين يلي بندفع لهم بننظمه مع المحاسب بمستندات، واللي بزيد بنرجعه للصندوق. ماشي ماشي. بدك معلومات أكثر من هيك؟ شو صبري؟ تسألت مني؟ لا ماني زعلان. شرف. شكرا. ما تكون زعلت مني ها؟ لا بسيطة، عن إذنك. الله معك. شو في حياة؟ ليلي حياة ليش عم تبكي؟ ماني عارفة ان الاشي عم يصير فينا. كل ما خلصنا من مصيبة بنوقع بمصيبة تانية. حياة احكي شو في؟ روح روح شوف اختك انهام وعن المصيبة الجديدة اللي بدها توقعنا فيها. روح. مصيبة؟ مصيبة شو؟ لا، اللي عملته مو مصيبة، وهذا حق ان حقوقي. هو ايه حقي اللي حرمتوني منه، حق اختياري الانسان اللي رح اعيش معه ويعيش معي سعيدة مو تعيسة. انتي عم تعرفي خطورة اللي عم تقوليه يا بنت؟ انا مالي صغيرة لحتى اكون مو مدركة، انا انسانة مثلي مثلكم بهذا البيت، وما حدا حيقدر يمنعني اني اختار حياتي مثل ما بدي. خلصي. وهي غلة الأيام اللي فاتت والشيكات كلها باسمك بناء على طلبك. يعطيك العافية، بكرة أنا بودعها بالحساب الجديد. حساب جديد؟ إيه، أنا فتحت حساب جديد باسمي، يعني بدك تقول حساب احتياطي، هيك اتفقت مع أخواتي مشان لو احتجنا أي شيء بسرعة ما نضطر نستنى نوقع شيك من أخي كامل.
ماشي، فكرة كويسة، بس يا ريت تعطيني أرقام الحسابات وتعطيني أوراق الإيداعات مشان رصدها بالدفاتر. مو مشكلة، بس اترك لي هالشغلة مدة بسيطة. على راحتك. تستاهلي يضربك ويكسر راسك كمان، تضربوني تكسروني اعملوا اللي بدكم اياه فيي، انا ما رح اتراجع عن اللي عملته. وتزعليني وتزعلي اخواتك مني؟ بتزعلوا ولا بترضوا؟ هالشي ما بيهمني. بس هي قلة ادب، وانا واخواتك اكبر منك ومن واجبك انك تحترمينا وتحترمي راينا. وانتو ليش ما بتحترموا مشاعري ورايي وحقي باختيار مستقبل حياتي؟ وليش جميل يعني؟ وجميل شو دخله؟ يا سلام، ليش اللي عمله جميل قليل؟ ليش وافقتوا له على اللي عمله؟ هو 4 سنين متجوز ومخلف. انت وضعك مختلف عن جميل. لا مو مختلف، ولا لانه شب وانا بنت، انا حقي ناقص بهالبيت، لا والف لا. ومثل ما جميل فرض رايه عليكم، انا كمان رح افرض رايي. لهالدرجة وصلت معك يا انعام؟ انتوا اللي اجبرتوني على هالتفكير. واذا كنتوا حريصين علي وعلى مصلحتنا كلنا بهذا البيت، لا توقفوا بطريقي. خير؟ شو في؟ رحمه الله عليك يا ابني، كانه البيت بوجودك كان مبني على اشياء، وبغيابك رح ينهد فوق راسنا. اعوذ بالله. ليش؟ شو اللي صار لا سمح الله؟ ما بكفي تصرفات اخوك جميل، لا وجدنا اختك انعام كمان، وكانه حياتنا الماضيه كانت غلط بغلط. طيب فهمني شو اللي صار؟ انعام شو عملت؟ ما بعرف، روح اسالها. انا يا صبري خلص، مخي ما عاد يجمع بنوب. ولا اريد الارتباط بك نهائيا، وعليك بان تتفهم وجهه نظري مره اخرى، حيث لا أظن أنك تقبل أن تعيش مع إنسانة غصبا عنها. فكن رجلا نبيلا في نظري، وارسل لي ورقة الانفصال فورا. مين؟ أنا صبري. افتح الباب يا نعم. خير صبري؟ شو في؟ بدي أحكي معك شوي. تفضل. عادي يا أختي. خير صبري؟ شو يا نعم؟ لهالدرجة خايفة مني؟ اسمعي يا صبري، إذا جاي تقلي إني تراجع عن اللي براسي، أنا ما رح أتراجع أبدا. سوزان شبك يا حبيبتي؟ شبك؟ وين ماما؟ يا حبيبتي لا تخافي يا عمري، كنتي عم تحلمي. يلا
يلا نامي يا عمي. ألو جميل، أهلين أهلين أخي، كيفك أنت وفاتن؟ نحن مناح، أنتو كيفكن؟ عن جد؟ طيب والدكاترة شو قالوا؟ مسكينة يا فاتن. جميل الله يخليك أخي، خليك جنبها ما تتركها ولا لحظة. إيه خلص اطمن علينا ما تكلمنا. إيه طيب طيب، وتبقى خبرنا بكل شيء أول بأول. إيه أخي الله معك الله معك. شو بقى فاتن؟ جميل اتصل فيي قبل شوي وقال لي انه هي بالمستشفى وحالتها خطيرة كتير. ايوه بس نحن هيك مش عم ندعم الرصيد القديم، وبعد مدة بسيطة مش راح يضل في البنك ولا شيء. انت مالك ومال هالشغلة؟ المصلحة لما تكون محتاجة مصاري ومصروف انا بغطيه. انت نفذ اللي بقلك عليه وبس، عم تفهم؟ ماشي مثل ما بدك. بابا سوزان روحي على اوضتي غيري اوعيك. شبكي بابا؟ ليش ما عم تردي علي؟ بابا شو حبيبتي؟ بابا صحيح خالي فاتن بدها تموت؟ لا بابا لا، مين اللي قال لك هالحكي؟ لكن ليش عمتي حياة عم تبكي وانت زعلان؟ لا حبيبتي ما في شيء، هي بس تعبانة شوي. على كل حال مشي أنا وياكي على أوضنا نغير أواعينا، لأنه عمته حياة عملت لنا أكلة طيبة. يلا يلا سوسان يلا. تفضل. نعم
هلين كيفك صبري؟ يا هلا هلين، شو شو المفاجأة الحلوة هاي؟ مضطرة. طيب عادي تفضلي. خير؟ رحت على البريد وفتحته ولقيت رسالة من أحمد وفيها جواب الرسالة اللي بعثت له إياها قبل أسبوعين. إيه وإن شاء الله تجاوب مع طلبك. وبعت لي ورقة الطلاق. يعني هذا اللي برضيكي؟ إيه ومالي ندماني وكنت عم بستناها لحظة بلحظة. طيب المطلوب مني هلا كيف بدنا نخبر حياته كامل؟ عادي، ما أنت بتعرف موقفه من هالشغلة هي. مثل ما قدرت غير موقفهم بالمرة اللي فاتت رح أقدر غير موقفهم هلا. ما هن المرة الماضية اقتنعوا بكلامك بس كامل. انسي كامل وغيره، ما دام أنا واقف معك ومقتنع بحقك باختيار مستقبلك ما في مشكلة أختي، اطمني. وفكرك شو رح يعملوا لما يعرفوا؟ عادي. كيف عادي؟ طيب هلا بطلب لك قهوة بفهمك كيف. لا، أي حقوق هي يا صبري؟ أنت بكل عقلك عم تحكي جد؟ ما بكفي تجاوزتنا مع خطيبة وخلته يتركها؟ هي ما عملت شي غلط. نعم؟ إيه، اللي صار إنه ما حد خطأ ما كان لازم فيه. لهالدرجة ممكن تقلل أدبها معنا؟ كتر الضغط اللي كان عليها يوم ما وافقت ما قدرت تتحمله وهلا انفجرت. وأنت موافق على هالنتيجة؟ أنا عم حاول لملم الوضع وبهيك إنعام ما بتصير تفكر لحالها وتطالب بالحقوق اللي حكيت لك عنها. وانت بتعرف جميل كيف كان يفكر وكيف انا لميته مشان نضل ايد وحده وقلب واحد. مو معقول، مو معقول بنوب، كانه حياتنا كانت على فوهه بركان. يمكن، بس المهم هلا نسد هالفتحه قبل ما تتوسع. شو بك كامل؟ ليش معصب؟ وشو كان بده صبري منك؟ ما بعرف. ظاهر ما رح نعيش عيشة هنية بهالبيت مثل ما كنا عايشين ايام الوالد. ليش في شي جديد؟ صبري، صبري عم يطالبني انه كل واحد يعيش مثل ما بده بهالبيت، يعني لا في صغير ولا في كبير. موضوع انعام مرة تانية؟ انعام وجميل والله اعلم من بعدهم. صبري، انا، انتي، ان كان عن نفسي انا ما لي مطالب غير انه نضل مع بعضنا كلياتنا. واذا كانت مطالب اخواتك ما بتأثر على حياتنا مع بعضنا بالبيت انا ما عندي مانع. ولأنه الكبار أنا وياك يا كامل لازم نتفهم نفسياتهم ومشاعرهم. هو كمان عم يحكي بهذا المنطق اللي عم تحكي فيه، بس يا ترى هالمطالب هي هي البداية ولا النهاية؟ متهيألي أنه الأمور ما رح توصل لأكتر من هيك، واللي علينا هلأ أنه نبدأ من هاي النقطة بالذات. ماشي يا حياة، لنشوف هالأيام شو مخبيتنا. بتعرفي يا انعام، عملتك كانت قوية شوي لولا اني مقتنع بانه كل واحد يكون له حرية باختيار حياته الخاصة كان ما قدرت اقنع كامل. طيب وحياة شو كان موقفها؟ حياة مو مشكلة ولا عمرها كانت مشكلة بالنسبة لأي واحد فينا، وانت بتعرفي قديش بتحبنا كلياتنا مثل بعضنا. بس ما قلتي لي اختي، انت بشو عم تفكري تعملي هلا؟ عادي. كيف عادي هاي؟ أنا رح أتفرغ لدراستي بالجامعة. امسكي بابا، هلأ أمي كرمالي كمان شطورة عشان تروحي على المدرسة ونشيطة. شو؟ لسه صبري ما فا؟ ليك نجيت، صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. عود كول شبك؟ لا أنا اسمحوا لي، في زباين جايين على المطحنة بكير، عن إذنكم. صبري. نعم اخي. بجوز اجي لعندكم على المطحن اليوم. ليش؟ في شيء؟ لا لا ابدا، بس حابب كل فتره والتانيه ساوي لي طله لعندكم على المطحنه. في عندك مانع؟ مثل ما بدك،
امتى جاي؟ يعني بجوز اليوم بعد الظهر. ماشي الحال، عن اذنكم. يعطيك العافية. تعال عندي على المكتب بسرعة، بس تيجي بحكي لك. يلا بسرعة. مسكينة يا فاتن، يا ترى كيف حالتك هلا وانت عم تستني مصيرك؟ نتلقى الخبر. الله يكون بعونك. ألو، أهلين. إيه بيتا. لا سوزان ما حكت لي. طيب شكرا إليك. لا لا أنا السبت بمر إن شاء الله. إيه أكيد بجي لعندك. ماشي يا ستي، ماشي. شكرا إليك بكل الأحوال. يا أهلين، الله معك، الله معك. شكرا. وهلا سيارة الشركة عم تستناك تحت عشان تطلع مع الشوفير، وبتاخد معك دفتر الديون ودفتر الوصولة، وبتلف على كل المحافظات حتى تصل للادقية، وما ترجع قبل ما تحصل كل الديون من كل زبايننا بهي المناطق. بس هيك ما بقدر اروح وارجع بنفس اليوم. ايه ما انا حاسب حسابي، رح تصل هنيك وتنام ليلة، وتاني يوم بالنهار بتكمل شغلك. وينك؟ إذا تطلب الأمر تنام كمان ليلتين أنا ما عندي مال. ماشي، بس هيك لازم أمره على البيت أخذ له شوية غيارات معي. مو مشكلة أخي. يلا تحرك مشان تلحق هذا النهار. يلا بسرعة. مين اللي دق الجرس؟ ليش قاعدة حبيبتي هون؟ خايفة. أنا عرفانة ليش. يعني مو زعلانة مني؟ قوم نروح لجوا ومنحكي ومنشوف ساعتها إذا كنت رح أزعل ولا لا، شو رأيك؟ يلا. بتحب تعمل جولة على أقسام المطحنة؟ هلأ للأخير، بس هلأ يا ريت تنادينا على المحاسب وخلي يجيب معه دفاتر الحسابات. دفاتر الحسابات؟ خير أخي، شو في؟ لا لا ابدا، مجرد اطلاع. ايه ليش لا، بس المحاسب ما موجود هلا، بعدته بمهمة تحصيل الديون من منطقة اللاذقية. مو مشكلة، حتى لو كان مو موجود. ايه بس المحاسب راح ومفاتيح مكتب المحاسب معه، تصور نسيت اخذن منه. ليش انت ما عندك فكرة عن حركة الشغل؟ عندي اخي عندي، بس مو كاملة 100%. على كل حال اطلعتك قبل فترة انا عن كل شيء بالتفصيل. مزبوط، بس يعني أنا حابب ساوي طلك الفترة والتانية إذا هذا الشيء ما بيضايقك. لا أبداً أخي، وليش يضايقني؟ حقك. على كل حال لما يرجع المحاسب بخليه يجهز لك كشف حساب كامل وبجيب لك إياهم أنا على البيت، ما تعذب حالك. لا لا، يعني أنا قلت لحالي بلف شوي على الورش وبطلع على حركة الشغل. بتحب تعمل جولة هلا أقسام المطحنة؟ يا ريت. أقسى عليك يا سوزان، في وحدة عاقلة وشاطرة وأمورة بتاخد العقل مثلك، بتقلها معلمتها من يومين جيبي البابا وما بتقول. ما أنا كنت خايفة تخانقوني لأني قصرت بدروسي وصرت مو شاطرة. يا حبيبتي الشاطرة إذا قصرت مرة بدروسها مو مشكلة، بس لازم تحكي لأهلها ولمعلمتها
مشان يعرفوا ليش هي قصرت ويساعدوها بدروسها مرة تانية، ما هي؟ بعدي بعدي لشوف من عم يدق التليفون. ألو؟ أهلين جميل، خير؟ خير طمني. شو؟ يعني فاتن؟ اجا اجا. وهلأ يا إنعام، شو اللي بدك إياه؟ هي نهيتي وضعك مع أحمد وصرتي حرة، وهلأ أكيد الطريق مفتوح قدامك. وهيب، يا ترى بعده على حاله؟ بس كيف ممكن أرجع له؟ أكيد بيكون زعلان مني لأني خذلته، بس أنا شو كان طالع بإيدي وقتها؟ كل اللي صار كان غصبا عني، هو لازم يفهم الحكي، بس كيف؟ أنا لازم أشوفه وأشرح له وضعي، لازم. تفضلي. تفضلي. حياة، أنا كل شي بيهمني هلأ إني أبعت خبر لمرتي ولابني يجوا فورا. الحقيقة أنا تعبت كثير من جو الكآبة والحزن اللي عشته. وليش مستعجل كل هالقد؟ لسه في عزا. حياة وقت فكري إنه موت فاتن ما سرع لي، بس مثل ما بيقولوا الحي أبقى من الميت، والله سبحانه وتعالى هيك اللي كتب لها إياه. أنت بعمرك ما كنت هيك يا جميل. حياة أنا طبيعي كثير، مشاعري طبيعية كثير، بس أنت بتحبي تبالغي. أخي مثل ما بدك، بدك شيء قبل ما أنزل؟ طبعاً بدي. خير. بدي تحكي لي مع أخوكي كامل. أنا طفران وبدي شوية مصاري. كل المصاري اللي كانت معي صرفتها على المستشفى وعلى السفر. حاضر. قديش بدك؟ بدي شيء 400,000، وإذا أكثر بيكون أحسن. وليش كل هالمصاري؟ بتعرفي بدي ادفع اجار بيت وبدي فرش. اجار بيت وفرش؟ ماني فهماني عليك، شو انت بدك تترك هذا البيت؟ طبعا لك، بدي اسكن هون. وين لكان؟ لا اختي، انا حابب يكون لي بيت لحالي مستقل، ما بدي وجع راس. نحن عم نوجع لك راسك يا جميل؟ حياة انت بتعرفي كيف كنا عايشين. اخسى عليك يا جميل، معقولة تفكر هيك تفكير؟ وين اتفاقنا بعد وفاة بابا انه نضل كلياتنا مع بعض؟ حياة انا وين راح اطير لاخر الدنيا؟ ما انا ساكن معكم هون بالبلد وبنقدر نشوف بعضنا باي وقت. يا خسارة يا جميل، يا خسارة. انا ما كنت مفكرتك هيك ابدا. كنت مفكرة انه التصرفات اللي عم تعملها غصب عنك. بس الظاهر الغلط موجود جواك دائما وما كان حدا شايفه. عن اذنك. حياة اسمعني قلي. حياة! حياة! شو عم تقولي حياة؟ طالب مصاري زيادة؟ ليش؟ قال بده يستقل بحياته عنا وبده يسكن بعيد عن هون. يا سلام! والبيت اللي ساكن فيه لمين؟ والمصاري اللي اخذها وين راحت؟ وعلى حساب مين؟ حاولت احكي معه بهالموضوع،
بس هو راكب راسه ومعنت. مو على كيفه. حلوة والله كل يوم والتاني يطلع لنا بمطالب جديدة. شو في يا جماعة؟ شو بكر؟ تعال اسمع يا صبري. أخوك جميل طالب يستقل عنا وطالب مصاري زيادة، ما بكفيك اللي أخذه؟ طيب طول بالك فهمني شو القصة. قصة واضحة. بدي أحس بحريتي، بدي أتصرف بمزاجي بدون أي قيد. مو غلط أخي، بس أنت هيك زودتها وحرقت منها كمان. كيف يعني؟ يعني المصاري اللي أخذتها من ساعة وصولك من مصر لحد هلا كتيرة، وكل إخواتك ما أخذوا مثلها. صبري شوي، أنا عم بشحد منكم؟ بعدين أنتوا خذوا اللي بدكم إياه، مين مانعكم؟ ايوه بس نحن متفقين نكون ايد وحده وحال واحد، وانت بالطريقه هاي عم تخص نفسك زياده عنا. ما بدكم تعطوني يعني؟ ماشي، اعطوني حصي من كل شيء بيطلع لي وكتر خيركم، وبعدين انتم تصرفوا باللي بدكم اياه. انت بالحكي هاد ناوي تخسرنا يا جميل. حط عقلك براسك وبلا من هالافكار هاي اللي رح تفرقنا عن بعض. لكن افهموني واعطوني اللي بيطلع لي، لا تعملوا لي منها قصه. يعني بفهم من كلامك اذا اعطيناك المبلغ اللي طالبه ما راح يلحقوا طلبات مبلغ ثاني وثالث؟ لا ما راح يلحقوا شيء، اطمنوا. اذا هيك بسيطه ما في مشكله اخي، بس بالحاله هاي لازم تمضي على ورقه انك استلمت المبلغ كامل لحتى اخواتك يكونوا مطمنين لحقوقهم. اخي ما عندي مانع، المهم اعطوني بسرعه. مرحبا. اهلين اهلين اخت انعام، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. اتفضلي، زمان ما شفناكي. يعني شوية ظروف. كيف الزواج معك؟ زواج؟ ايه لا ما كان في زواج. انا اسفة اسفة كتير، افتكرتك تزوجتي. تفضلي ارتاحي. لا معلش ما بدي طول. لا ما بيصير، انت زبونة محل قديمة ولازم نضيفك شي. شو تشربي؟ ضروري يعني؟ ضروري. ولو تشربي قهوة ولا شاي ولا عصير؟ لا عصير. على عيني لحظة. يا ترى وين وهيب؟ اهلا وسهلا. مرحبا. اهلين، انا اسمي حياة، عمة الطالبة سوزان. اهلين شرفتي. أهلين. ولو انك وعدتيني على التليفون رح تيجي الاسبوع الماضي. انا اسفه تاخرت لانه كان عندي ظروف بالبيت. طيب ولا يهمك، تفضلي ارتاحي. شكرا. اهلين. وهيك القصه باختصار. معلش، مشاكل الدنيا كثيره وبتمر ظروف على الانسان، لكن الا ما الله يفرجها. معلش اسالك سؤال. تفضلي. يعني انا مالي شايفه وهيب بالمحل. وهيب ترك من مده. ترك؟ ليش؟ يعني ظروف، اختلف هو صاحب المحل وترك الشغل. يا خسارة، مع اني بعرف انه كان كتير مبسوط هون. الدنيا ما بتخلى من المشاكل. وهو وينه هلا؟ اظن استلم شغل بمحل تاني، بس ما بعرف اذا لسه موجود فيه ولا لا. طيب عن اذنك. وين؟ بكير. لا معلش بدي امشي، بس بقدر اعرف وين محله؟ انا هعطيك رقم تليفونه وانت اسالي عنه. يا ريت. لحظه. من اول السنه كانت كثير منيحه بكل المواد الا الرياضيات، لكن بعد هيك صار في تقصير بمواد ثانيه كمان، مع العلم انه سوزان مجتهده وشاطره. طيب ليش؟ ما بعرف، بس بحس انه كانه نفسيتها مو طبيعيه. من اي ناحيه؟ كانها فقدت حيويتها، بتضلها دائما كئيبه. حتى علاقاتها برفقاتها صارت عدائية، كل يوم والتاني وهي عاملة مشكلة معهم. لهالدرجة؟ ايوه. عدم المؤاخذة، انتوا بالبيت في عندكم مشاكل عائلية؟ نحنا؟ الدنيا ما بتخلى، بجوز يكون في مشاكل حوالين البنت ومأثر عليها. مثل ما قلتي حضرتك، الدنيا ما بتخلى، بس أنا ما كنت متخيلة أبداً إنه سوزان منتبهة للمشاكل. كل الأهل بيعتقدوا هيك، بيفتكروا أطفال مو منتبهين، لكن الطفل بينتبه وبيتأثر بدون ما حدا يحس فيه، وهذا الشيء بينعكس على سلوكه. طيب وشو العمل بهيك حالة؟ العمل إنكم تنتبهوا عليها بالبيت، وإذا في مشاكل أو أي مواضيع تفهموها إياها بطريقة مبسطة حتى تتفهم الوضع.
يا حبيبتي يا سوزان، أنا ماني مصدقة هذا اللي عم بيصير. على كل حال ما بدي اياكي تفكري إن الأمور فظيعة لهالدرجة. نحن منصادف كل يوم مشاكل من هالنوع مع طالباتنا، لكن بالهدوء والتفهم والتروي بينحل الموضوع. ماشي، وأنا بوعدك إني ما أقصر معاها ووفر لها بالبيت الجو المناسب لحتى ترجع مثل ما كانت. أنا واثقة من هالشي تماما، لكن بضل في شغلة. شو هي؟ مثل ما خبرتك إنها ضعيفة بمادة الرياضيات يلي أنا بدرسها. أنا كنت ملاحظة هالشي لما كنت راجعة لدروسها بالبيت، بس يبدو المشكلة مو بسوزان، المشكلة فيي أنا، لأنه الرياضيات كانت على زماني غير هاي الرياضيات الحديثة. بتعرفي معك حق، كل الأمهات وأولياء الطلاب عندهم نفس المشكلة. طيب كيف ممكن تنحل هالمشكلة؟ أنا بحب سوزان كتير لأنها بنت فعلاً مهذبة، وأنا مستعدة ساعدها، مستعدة أعطيها من وقتي بالبيت. أنا جاهزة باللي بتأمريه. لا أخت حياة، ما تفهميني غلط، أنا بدي ساعد سوزان بدون أي مقابل لبين ما تصير كويسة. تسلمي، هذا من لطفك. العفو يا ستي. طيب اهدى يا أخي، اهدى. لشو معصب أنت؟ معصب لأنك عم تدافع عن جميل وعم تحكي عنه كلام غلط. وشو الصح برأيك؟ الصح إنه ما رح يطلع له قرش واحد، واللي بيطلع بيده يساوي بعد هيك، حتى لو طلب الانفصال عنا بالكامل؟ إذا هو هيك بده أنا ما عندي مانع، بس أخي هيك رح يضيع وضيع كل شيء ممكن يطلع له لو انفصل. هو حر اصلا، هو مضيع حاله وما عاد منه فايده. طيب اخي عود، هلا عود وبنشوف شو رح نعمل معه. عود. لا ما رح اعود. وهلا بدك تروح معي على قسم المحاسبه، لانه بصراحه انا ما عاد اثق بكل اللي حوالي. شو قصدك؟ بس اطلع على الحسابات تعرف شو قصدي. ايه مثل ما بدك. تفضل. ألو، مرحبا، هون نوفوتيل وسيم؟ لو سمحت ممكن احكي مع السيد وهيب؟ يعني هو مو موجود هلا؟ ترك؟ امتى ترك؟ ألو؟ ألو؟ ليش سكر الخط؟ ألو؟ ألو؟ يا أختي قلت لك وهيب ترك الشغل وما عاد له وجود بالمحل، أرجوكي ما تتصلي مرة تانية. هذا هو دفتر حسابنا بالبنك؟ هذا هو سيد كامل. ليش نحن رصيدنا بالبنك بس 2 مليون ليرة؟ بهذا البنك بس. بهذا البنك بس؟ ليش نحن عنا رصيد تاني ببنك تاني؟ صار من جديد. شلون؟ طيب أخي مشي معي على المكتب وبنحكي هنيك. أنا آسفة ست سامية، تعبناكي معانا. لا ولا تعب ولا شيء، أنا بقوم بواجبي. بس خلينا نشوف الدايرة. إن شاء الله، وأنت كمان لازم تزورينا بالبيت. إن شاء الله. هي أخي زهري. إذا بتحبوا نوصلكم معنا. لا لا تسلمي لي، شكرا، نحن بناخذ تاكسي. طيب على رأيك. الله معك. مع السلامة. مع السلامة. باي سوزان. مرحبا زهدي. اهلا. شو بك اخي؟ على ايش بتطلع؟ لا فكرت بس انه زميلتك حتطلع معك. هي مو زميلتي، هي ولية أمر طالبة عندي بالمدرسة. واللي معاها بنتها؟ لا هي بنت أخوها، هي مو متجوزة. أنت ليش بتسأل؟ لا ما في شيء.
حنتغدى بالبيت اليوم ولا برا؟ لا بالبيت، لاني امبارح عامله اكل طيب كثير. يلا ماشي. كل ايرادات المطحنه حاططهم بحساب باسمك بالبنك ليش؟ مشان المصلحه تمشي صح بعد وفاه ابي الله يرحمه. ليش هلا مو ماشي صح؟ بظن هيك. شلون بقى؟ اول شغله مو صح انك بعيد عن المصلحه وما بتعرف طبيعه الشغل اللي بصير فيها. انا بعيد؟ ايوه، وكل علاقاتك بالشغل انه معك تفويض بنكي من ايام ابي الله يرحمه بالتوقيع على الشيكات وبس، يعني الحساب باسمك. وهي شو فيها؟ فيها تعطيل لحركة الشغل، ومو معقول كل دقيقة والتانية لما احتاج مبلغ شغل فيه المصلحة اجي لعندك. وهذا سبب كافي خليك تعمل هيك؟ انا لسه ما خلصت الاسباب. اسباب شو؟ بعد وفاة ابي الله يرحمه كان واضح من تصرفاتك انك ناوي تتحكم بالعيلة وناوي تتحكم بتصرفاتنا وتفكيرنا ومستقبلنا. صبري، انت شو اللي عم تحكيه؟ انا بحكي الحقيقة. اي حقيقة هي؟ انتوا فهموني شو ناويين بالضبط؟ انتوا ناويين تخربوا البيت وتهدوا على روسكم؟ ولا شو شايف الشغلة بالصورة هي؟ شلون بدي اشوفها؟ اعتبر الشغلة ان عم نحمل بيته وحيطانه لحتى ما نصحى بيوم من الايام ونلاقيه مهدود فوق روسنا. لا، هذا منطق مرفوض بنوب، وما راح اسمح لكم تغيروا باي شيء بالبيت. شفت كيف عم تحكي؟ عم تحاول تفرض كل شيء علينا، وهذا هو السبب اللي خلاني افتح حساب احتياطي باسمي. على كل حال بسيطة، أنا كنت حاسس فيك وبتصرفاتك، ومن هلأ ورايح أنا بعرف شغلي منيح معك. شفت؟ شفت أنه كلامي صح وأنك عم تحاول تكفي صبري؟ شوف مين على التليفون بين ما جهز. يلا يلا. الو. ايوه انا اخوها زهدي. انت مين؟ اهلين استاذ جلال. اهلين اهلين وسهلين. اهلا وسهلا. بكره اي ساعه؟ يعني فكرك ممكن نوصل معه لحل بكره؟ ايه طيب، مثل ما بدك سيدي. شكرا شكرا، الله معك سيدي، الله معك، مع السلامة. مين على التليفون زهدي؟ هذا المحامي تبعك. وشو قال؟ عم بيقول انه عم بيحاول يتصل مع جوزك زياد ولهلا مو ملاقيه. أنا كنت عارفة إنه طماع ولئيم، طول عمره كان هيك زياد ورح يضل هيك. يا ستي شو بدك تعملي؟ بس بالاول منشوف شو اجراءات المحكمه، بعدين منشوف شو بدنا نساوي. انا عارفه شو اللي بده اياه. فاتح تمه بده مصاري. وبغير هيك مو راح يطلقني. اذا بالنسبه للمصاري مو مشكله. بس بالاول نشوف شو اجراءات المحكمه بالنسبه للبلاغ اللي انت قدمتيه وقلتي فيه انه سرق ذهباتك ورايح بايعهم من غير علمك. بعدين منشوف شو بدنا نساوي. على كل حال يلا قومي حطينا الغداء، انا ميت من جوعي. سوزان، مو انت حبيبتي وانا عمي حبيبتك؟ انت بعمرك ما خبيتي علي شيء. شو اللي مزعلك ومأثر عليك بالمدرسه؟ عدي عدي احكي لي. تعال احكي لي عمي، شو في؟ ما في شيء. ناقصك مصروف؟ لا. طيب بدك تياب العاب؟ لا ما بدي. حدا زعلك بالبيت؟ لا. طب عمي حيرتيني، احكي لي شو بكي. أنا خايف أموت. سلامة قلبك. شو هالفال هذا يا حبيبتي؟ سلامتك. شو يعني؟ المبلغ اللي طلبته ما بده يعطيني إياه؟ القصة مو هيك. شلون القصة؟ لكن وين المصاري؟ قبل ما أعطيك المبلغ، بدي أفهم منك منيح، لشو بدك إياه؟ هلا كم مرة بدي احكي لك؟ رجعت تسألني من جديد؟ قلت لك يا اخي بدي اعمل شغل، بدي احس اني حر، فموها بقى. هذا الجواب ما بكفي، وانا بدي اعرف واطمن عليك، كيف رح تستقل بحياتك وتحس انك حر؟ اخي بدي اعمل شغل، بدي افتح مكتب هندسي. ليش انت لهلا مو فاتحه؟ لا،
والمبلغ اللي اعطاك اياه ابي الله يرحمه وين رحت فيه؟ صرفته. على شو صرفته؟ صبري شو قصته؟ القصه تحقيق؟ لا مو تحقيق، بس مستحيل تاخذ مبلغ جديد وتروح كمان مره تصرفه، ما نعرف على شو. قلت لك بدي شغل حالي فيهم مو اصرفهم. يعني لو اخذتهم ما راح تطلب غيره؟ لا انا ممكن اشتغل واربح وبعطيكم اذا بدكم. حلو، هذا اللي بدنا اياه، انك تشتغل وتكسب وتصرف على حالك من غير ما حدا يتدخل بالتاني. بس بضل شغله واحده اخي. خير، شو الشغله الوحيده؟ انا مو مع فكره انك تطلع من الشقه وتبعد عنا. انت عارفان ليش بدي اعمل هيك؟ انا ما بدي كل لحظه يطلع لي واحد ويحاسبني على حياتي. لا اخي، هذا الحكي ما راح يصير، ونحن ممكن نبدا مع بعض صفحه جديده من غير ما حدا يتدخل بالتاني، الا بحدود مصلحه الجميع. وكامل بالذات راح يلتزم بهالحكي؟ لا اترك كامل علي، كامل طيب وعاقل وسهل اقناعه باي شيء. ماشي، ما عندي مانع، بس اذا صار شيء ما بيعجبني ساعتها راح اتصرف على كيفي، وقتها لا تلومني. اتفقنا.